معنا باستوديو اليوم سير دومينيك حلبي، راهبة أنطونية ومنسقة مكتب رعوية المرأة ببكركي. أهلا وسهلا فيك سير دومينيك. معنا مدام سيمون مبارك، عضو بمكتب رعوية المرأة ببكركي. أهلا وسهلا فيك مدام مبارك. مكتب رعوية المرأة للحقيقة ما كنت معي خبر أنه موجود، والحقيقة هو جديد وبعد يعني ما كتير على الإعلام أنتم مبينين سير دومينيك، يعني من هلأ ورايح لازم نكون عم نعرف عنكم أكثر. خبرينا شوي عن هالمكتب. بالحقيقة وقت طلع سيدنا البطرك بشار الراعي من زمان نحن ونقول انه يا ريت بكركي بتكون فاتيكان صغير بالمجمع الماروني وكلها. هلا وقت طلع سيدنا البطرك اول شيء اسس شيء اسمه دائرة البطريركية ببكركي. هلا بهالدائرة البطريركية فيها 12 مكتب، في مكتب واحد من بيناتهم للمرأة اول مرة بكنيستنا بيكون في واحد للمرأة. نحن مكاتب تنسيق منسقين أنا المنسقة الوحيدة، هلأ صار في منسقة تاني معي تبع العيلة. هذا كان سنة 2011 بأيلول أنا تبلغت يعني عمليا الهدف على الأرض شو عم بيكون؟ هلا الهدف منه النصوص اللي انعملت بهذا المكتب كانت نص رسمي يعني طالع من الكنيسة، يعني نحن شاركنا وعطينا أفكار وناقشنا وإلى آخره، شفنا شو هيدي الرعوية، إذا رعوية المرأة بدها تكون بس إحسان وعطف ورحمة ما بدنا إياها كنا. يعني هذا كثير بعد ما عملنا برين ستورمينج مع 20 ست يعني كان هذا توجهاتنا. هلا النص اللي طلع الرسمي الاخير هو انه توعيه المراه على دعوتها الخاصه وعلى كرامتها وتمكينها للمراه، تتمكن المراه empowering the woman يعني حتى تقدر تكون قادره توقف وتمشي وتروح تاخذ محلها. لانه اذا ما هي اخذت محلها انا هذا بزيده من عندي انا سدوميك بقول ما حدا راح يعطيها اكيد ما في شك ابدا، مش بس بدها تاخذ محلها وبتعلم اولادها انه يخلوا لها بالاهداف. مدام مبارك مين هن اعضاء هالمكتب؟ هلا مش رح فيني اعدهم كلهم بس يعني الى جانب يعني. الى جانب سير دومينيك في شي 12 ست تقريبا نحن من كذا مجال، يعني في مربيات وفي دكاتره بالجامعات وفي محاميات وفي إذا قلتي بروفيل في أكثر من وجه. هلأ التقينا بالأول للتفكير مثل ما قالت سير دومينيك لأنه ما كان في شيء بين إيدينا ولا نصوص ولا وصلنا لرؤية وميسيون إيفيزيون يعني بتسميها رؤية ومهمة هي توعية المرأة على دورها وعلى كرامتها إن كان ببيتها وبالكنيسة وبالمجتمع. وعم نشتغل لتحقيق أهداف على الأرض يعني إذا فينا. هلأ خلال هالسنتين عملنا كتير اشياء، ما بعرف اذا في مجال نذكر كم منها، وهلا نحن بصدد حدث مهم هذا اللي حابين يمكن يعني نحكي عنه بعد شوي، هو لقاء ببكركي باربعه الشهر. بس بالاول بدي اشوف مع سر دومينيك من 2011 لهلا ثلاث سنين يعني مرقوا تقريبا سنتين وشوي مرقوا، كيف التجاوب وهل المراه مستعده لانها تاخذ؟ خليني اقول لك انه اول ست شهور قطعوا كنا عم نركب النصوص لأن النصوص كل المكاتب كانت بذات الروحية، وهدف هيدا الدائرة هيدي الدائرة البطريركية بمكاتبها كلهم تحقيق المجمع الماروني. كان في وقت ضروري وجابوا لنا أخصائية ساعدتنا بحط النصوص وأخذت شي ست شهور قبل ما بلشنا. نحن فعلا انطلق المكتب بيوم المرأة العالمي 2012 معناتها براتيك مون احنا سنتين سنكونا. هلا بيوم المرأة العالمي دعينا نحن الستات اللي نحن بنعرفهم، ركزنا على سيدات المجمع الماروني وعلى أصدقائنا واللي نحن بنعرفهم في رهبات وغير رهبات، وعملنا قداس ببكركي. سيدنا البطرك أطلق المكتب رسالة البطرك وكانوا كنا فوق المية يمكن. بدي خبرك يعني إنه كانوا بحماس وبحضور نوعي وحاضرين ما عدا اللي قطعوا واللي قالوا نحن حاضرين شو بدكم منا نحن هون. حلو هيدا أهم شيء يعني بالبداية. بأربع الشهر شو رح يكون فيه ببكركي؟
بأربع شهر. نحن خلال هول السنتين اللي مرقوا بدراستنا للواقع يعني لقينا كتير مهم نكون عم نشتغل مع الشباب والصبايا لا خليني أقول المراهقين أو الأدوليسان اللي من هون بدهم يبلشوا يوعوا على كرامة المرأة وكرامة الإنسان. بقى أخذنا رسالة البابا يوحنا بولس الثاني كرامة المرأة واستخرج منها ثلاث فيش للتعليم المسيحي وتوزعت على المدارس وانطلب أنه ينشغلوا بساعات التعليم المسيحي سكوندير يعني بياخدوا شيء ساعتين تقريبا. هلأ كتار من المدارس تجاوبوا السنة نتيجة يمكن هالشغل حبينا أنه نشوف وين شو نشغل كيف نشغل ونتوجوا باللقاء مع غبطته. بقى هاللقاء نهار الجمعة بأربع الشهر الساعة 9:30 الصبح ببكركي مدعو عليه المدارس اللي اشتغلت هالفياش مع طلابة يعني رح يكون في حوالي 1200 تلميذ يتلاقوا بغبطته ينحكى عن كرامة المرأة ينصلي سوا يعطوا شهادات حياة نعم. شكرا معكم الصور لتوصلوا لنا أي رسالة سور دومينيك. هيدي صورة اليامة نحن بالصوم هلا والمجدلية هي اللي اجت الصبح تتفتش عليه مع النساء غيرها اجوا ما لقيوا حدا فتحوا فاتوا على القبر هون الفنان عامل تابوت فاضي المجدلية مثل كأنه ما بدها تصدق إنه منه هون ما بدها تصدق مدت إيدها تشوف إذا كان بركي مغلطين مش شايفينه يعني كتير حلو هيدي. بقى النساء أول ناس أخذوا الرسالة بعد بعد القيامة وهني راحوا بشروا الرسل يعني. بقى نحن مكتب رعوية المرأة بيمشي بهذا الخط إنه نحن دورنا برسالة الكنيسة دورنا بالتبشير وهلا التبشير الجديد جاي لينا يعني انه شغله يعني عنا كثير شغل على حالنا اولا ومع الكنيسه وبقلب الكنيسه كمان. هلا قبل هيك بكثير كمان نعم العذراء يعني اكيد يعني حدث ولا حرج عن هالموضوع وبنعرف قد ايه اهميه المراه عند سيد المسيح عند ما هي نحن هذا دائما بنقوله يعني بالاول وفي البدء خلقهما ذكرا وانثى خلقهما يعني الكرامه وحده كانت للرجل ولا المراه. هلا بضعفنا الانساني وبالمجتمعات تبدلت الصوره على المراه توعى انه هي عندها نفس هالكرامه هي وحده وتدافع عنها اذا بدي اقول واكيد الرجل كمان يفهم انه الكرامه واحده يعني لا عم نكون فيمينيست مثل ما قلت سير دومينيك ولا عم نطالب بهيك بمساواه عشوائيه عم نطالب ان تكون المراه محترمه وهي محافظه على كرامتها مثل أي فرد من أفراد المجتمع لا لشيء إلا لأنها امرأة يعني مش لشيء تاني ابدا. سير دومينيك قد ما نحكي ونوعي بالنهايه في قانون بده هو يعني يمشي المجتمع ما فينا ننكر هالشيء، طبعا لازم يكون في اخلاقيات معينه ما بتجي غير بتوعيه والتربيه، ولكن القوانين هي يلي بتحكم المجتمعات، قد ايه رح تدفعوا حول او باتجاه القوانين يلي هي كثير مشحفه هلا نحن ليك انا سبق وقلت انه هذا مكتب تنسيق منه مكتب على الارض تنفيذ بس نحن قلنا قد ما نعمل نحن وعلى بواسطة وسائل الإعلام نشكر الله يعني وبلبنان عندنا كل شيء إمكانيات لقينا إنه بالأبرشيات المارونية تبعنا اللي هن عددهم 13 بلبنان في أبرشية وحدة عندها لجنة مرأة هي أبرشية طرابلس كانت من 14 سنة عندهم لجنة مرأة بالأبرشية مش بالرعية بالأبرشية. هلا نحن جبنا هيدي الست اللي اسست هونيك جبناها معنا على المكتب هي عضوي معنا كمان. بقى قلنا خلينا نشوف اذا كان حكينا سيدنا البطرك والمطارين وكلهم سوا انه حلو يكون بكل الابرشيات يكون في لجنه مراه خلي هن على الارض بدهم ينزلوا هن بيعرفوا حاجتها وينيه هن بيشوفوا شو حاجتها الكان توعيه والكان تمكين والكان يمكن مالي يمكن تثقيف يمكن حمايتها الى اخره. هلا صار عندنا من سنه لليوم من يوم المرأة العالمي 2013 ل 2014 صار عندنا 8 ابرشيات فيها لجنة مرأة. نحن عم نقول هذا ستركتور هاللجان المرأة اللي عم تتأسس بالابرشيات برضا المطارين وباشرافهم وتشجيعهم هن اللي بدهم يعملوا بكره الفرق
ويطالبوا إذا بدك بالقوانين وإذا بدهم يمشوا بالمسيرات وإلى آخره، مش نحن طبعاً. بس التذكير بأربعة شهر، الدعوة هي لمين؟ الدعوة هي توجهت بالحقيقة للمدارس اللي شاركت بتحضير هالاستمارات، وصار في 23 مدرسة تقريبا لبوا الدعوة، رح يكونوا موجودين. هلا كأعلام حضرتكم أكيد مدعوين تكونوا حاضرين وتغطوا، والدعوة لكل الأعلام، لأنه رح تكون شغلة كتير حلوة، لقاء شبابي مع غبطته بذات الوقت. سؤال جواب رح يكون في سؤال وجواب، رح يكون في تيمونياج، رح يكون في شهادات حياة، رح يكون في سؤال وجواب محضرينهم الطلاب تيسألون لغبطته ويجاوب عليهم، ورح يصير في شغلة كتير مهضومة هيك إذا كنتم بتحضروها. فإذا ما في لزوم للسؤال إذا بكركي داعمه ورح ينتهي. اللي حلو إنه رح ينتهي اللقاء بنوع من هيك ميثاق من 10 نقاط يلتزموا فيه كل الطلاب والطالبات من أجل كرامة المرأة. شكرا لكم، أهلا وسهلا فيكم. نحن بدنا نشكركم. دومينيك حلبي من منسقة مكتب رعاوية المرأة ببكركي، ومدام سيمون بارك عضو بمكتب رعاوية المرأة ببكركي، وأكيد نبقى نتابع نشاطاتكم. شكرا. شكرا. مشاهدينا وقفة هلا ونرجع نتابع لايف.